بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عندنا الدي بي اف كومباوند ريسيفر، اوكي. هذه هي عبارة عن الكنترول بانل الخاصة بوحدة الفاير فايتنج، تمام. بنشوف فيه هنا كل الانديكيتر سلايدز الموجودة عندنا هنا. هنا عبارة عن كنترول بانل للتحكم في كل الوحدة بصورة عامة. عندنا الوحدة بتيجي مع الدي بي اف ريسيفر كلاس 1 تيرمينال. هذه كل التوصيلات بتتم عن طريق الوحدة من هنا، اللي هي كل الأسلاك تبع الوحدة، يعني خارجية، توصيلاتها خارجية، عشان نقدر نعمل تجارب، تمام. طريقة تشغيل الوحدة، أول عندنا المفتاح هذا اللي هو المين سويتش، هذا اللي بنشغل فيه الوحدة من البداية. عندنا هنا البطارية الخارجية بتيجي مع الوحدة اللي هي موجودة هنا. في الغالب السلك تبع البطارية بيكون مفصول، السلك تبع البطارية اوكي بيكون مفصول في الغالب، بيتوصل مع البورت هنا عشان يتم شحن البطارية ويتم استخدام البطارية في حالة انقطاع التيار. اوكي، طيب نشوف في الوحدة هنا فيها الزونز المختلفة. عندنا ميل لثلاثة زون أساسيات 1 و 2 و 3، تمام. بعدها عندنا على حسب السنسر اللي احنا بنتعامل معه، على حسب المنظومة اللي احنا بنتعامل معاها، سواء كانت المين بمب، سواء كان الغاز فاسيلتي تشيك، سواء كان المنظومة تبع السموك كنترول او الشطر او كل منظومة، تلقى عندها انديكيتر لايت هنا. مجرد ما نوصل المنظومة معاها حيطفي اللايت، مجرد ما يحصل مشكلة في المنظومة حيكون اللايت يكون شغال على طول، تمام. عندنا هنا الكنترول الموجود عندنا على اليمين هنا عشان اقدر اعمل تيست اوبريشن تيست على النقاط المختلفة، كتيست للديتكتر 1 او الديتكترز، سواء كان في زون 1 او 2 او 3. فحعمل مثلا على الديتكتر هنا على 1، معناها بختار في الفيديو هذا، حعمل على اوبريشن مود اوبريشن تيست، اوكي. حيشتغل معايا الجزئية الأولى اللي هي عندي هنا. حابب اشتغل اختبر الجزئية الثانية، اعمل على 2، هتشتغل عندي الجزئية الثانية اللي هي 2، وهكذا، تمام. الصف الأول كله حيكون في 10 الأوائل هذول. الصف الثاني هعمل هنا 1، وبعدك هعمل هنا 1، حتيجي هنا النقطة الأولى عندي هنا، وهكذا بالنسبة لجميع الصفوف الموجودة عندنا هنا. عشان نقول نختبر عندنا الأوبريشن مود، تمام. واحدة من الأزرار المهمة عندنا الستوب البزر، المفروض في حالة زي كده يكون في إنذار شغال، لأن في تيرمينالز هنا ما واصلة، فبيعطيني اب نورمال، تمام. نوقف الصوت من هنا او الانذار من هنا، تمام. عندي ابديت تبع الاوتو ريكفري عشان السيستم يعمل تشيك كل 5 ثواني او 6 ثواني، يعمل تشيك للسيستم بحيث انه لو كان السورس بتاع الدينجرس او السورس بتاع الحريق او كده اختفى، على طول السيستم بيعمل ريسيت، وبنعمل الزر بتاع الاوتو ريكفري، تمام. عشان اعمل مانوال ريسيت بعمل ريستور، تمام. في السيستم بيعمل ريكفري للسيستم ككل، او بيعمل ريستارت للسيستم، اوكي. لما نيجي نعمل التجارب، حاجه اساسيه نتركز معاها انه نقفل الوحده، نقوم بتوصيل الاسلاك حتى بعدك نفتح الوحده مع بدايه التجربه. مع بدايه كل تجربه حقفل الوحده، حوصل الاسلاك تبعي تبع الوحده التوصيلات المنظومه المحدده، بعدك حافتح المين سويتش اللي هو موجود داخل الوحده. تقريبا هذا كل ما يتعلق بالوحده. عندنا هنا الريكورد تبع الكنترول بانل، بيكون فيها ريكورد لكل الأخطاء اللي حصلت في الوحدة، كداتا لوك موجودة، التاريخ تبعها بيكون مسجل التاريخ والزمن، اليوم 19/8/21 دقيقة الساعة 20، تمام. فبقى هنا عندي الأخطاء بتكون مسجلة في المعدة، كل الأخطاء موجودة. هنا الإزار تبع الحركة الأساسي بيصار لما يكون في حالة بتاعت حريق، بيصار لي في الجزئية هذه كفاية. تقريبا هذا كل ما يتعلق بالوحدة تبع الـ DWF Compound Receiver. شكرا.